7 اعمال متر في الطريق، تم اغلاق الشارع هذا لمدة سنة 4 شهور. خسائرنا في السنة هذه تجاوزت 4 مليون ريال، الديون اللي علينا 1,700,000. الطابور ما شاء الله تبارك الله، كذا الطابور محل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اولا واخيرا من تفاعل الشعب السعودي الكريم، تفاعل اخواننا مشاهير السوشيال ميديا.